الاسبوع اللي كنت كنحطو اساس في الباب ديال القادوس. الان الجامعه انتدبات واحد من العمال ديالها باش كيبقى تم الليل كامل في الوقت اللي كتكون المجزره خدامه على حساب كما قلت لكم القنان والجلود والقرون اللي كيعطوا لهذا القادوس سميه غلفوش. مسلمه شكرا. اذا لا اسمح الاخ الحمراوي تفضل. في الدوره رسميه قال لنا السيد رئيس المارشي ديال السوق غيتعطى في شهر 4. انا هنا راه حنا بنص ديال شهر 4 مازال ما كاين حتى حاجه. ثانيا السوق كاينه واحد المشكله، واحد الزئه سميتها زئه بني خلف. هاد زئه بني خلف تصلت ليها سمعتي ماليه كبيره. والان سمعتي وكان هادو هما اللي سمعتي وكان خرجهم سمعتي خرجتهم السلطه المحليه مع الرئيس كتب العمل وخرجوا وحيدوا هذوك الناس من الزئه ديال بني خلف. ونابش داك المرسوق دار دعوه وربحها. واخا اذا غنكمل معك عافاك ندوزوا للاخوه اللي كيتبعونا على الموقع. لا غير كملك الان كنشوفوا القطع على الخط على الخط باش ما نضيعوش ونرجعوا لعندك اخي. الو شكون معنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم الاسم كنتكلم على هذا البرنامج. مرحبا بارك الله فيك اختي مرحبا. يعني السؤال ديالي موجه الاسم الكريم. الاسم الكريم اسم لمياء. مرحبا اخت لمياء تفضلي. الو تفضلي تفضلي انا معك. يعني رئيس الجامعة عرفتوا كما كنعرفوا احنا الجامعة هي فقيرة. نعم. وكتملك من سيارة من نوع الفاخر. نعم. اش من سيارة عنده؟ انا ما عارفاش. نعم. اش من سيارة عنده؟ عارف الماركة ديالها؟ ايه. اش من ماركة عنده؟ نعم ولد من الفاخر. شحال تقريبا كدير عندك بالنسبة للتقدير؟ شحال؟ نعم. شحال السيارة تقريبا كدير؟ إذن السيد الرئيس أنت في قفص الاتهام. وشتروا سيارة الجماعة فقيرة. شكرا أختي شكرا. هلا إذن طبيعة الحال السيارة فاخرة. حدثنا عن هذه السيارة الفاخرة والجماعة سيارة جديدة فقيرة. سيارة جديدة. إذن تفضل تفضل أو غادي نرجع لك بالخط. أنجو وأنت وجاوب حتى على السؤال الأول وغادي نرجع ليه باش يعطي السؤال الآخر وندوز على الساقي. كل شيء غيمشي براحته. تفضلوا باغي نتشعلوها. مرحبا. بالنسبه للسياره ولا السياره كما شات اخت السياره الفارهه. السياره الفارهه حنا كنعرفوا كدير 50 مليون 60 مليون 40 مليون. هذه سياره تويوتا عاديه اقل من 20 مليون. اقل من 20 مليون. شرات بونت كومو هذه اقل من 20 مليون. مش معايا الرقم ما نجيب معايا الرقم بالضبط. ياك اقل من 20. غادي نعاود نرجع لك نشوف شكون هذا شكون هذا الهاتف الثاني. الو شكون معنا؟ وعليكم السلام اخي. شي نرجلول مرحبا اخي. مرحبا بك. مرحبا مرحبا اخي. مرحبا اخي شكرا لك. مرحبا مرحبا اخي. الاسم الكريم اخي. مرحبا عرفنا بك الاسم الكريم اخي. الاسم الكريم. الاسم الكريم يا اخي يا اخي. الاسم الكريم. الاسم الكريم. مرحبا سي مرزوقي تفضل اخي. المهم بركه في راسك داك الدجاج اللي كان مات لك وداك الشيء عقلتي يا سي مرزوقي. الله تفضل اخي تفضل. مرحبا اخي. مرحبا. سؤال موجه للمعارضه والاغلبيه. نعم تفضل. نعم السؤال على حساب كما كنشوفوا الحاله ديال المطرح شركه اللي مكلفه بزاف ما مطبقاش يعني القوانين اللي بتصدر التحملات. نعم. ملي كنسولوا على بتصدر التحملات كيقول لك ما كاينش في الجامعه ما كاينش العماله. نعم. كنسمعوا هذا الكلام كيسمع الناس تبقى مشغوعه. نعم. بغينا نجاوبوا الاخوان اللي في المعارضه واللي في الاغلبيه. وكيف تشوفوا الحراره على المطرح ديال بني خلف كما تبعتوا السيمانه اللي فاتت او شي جوج ديال الاسابيع كيطلقوا الناس الواد راه الواد الكبير كتفيض بركته هذيك. الجامعه ما كترافعش اللجنه ديال المراقبه. بغينا شي تفسير من عند السيد الرئيس والمجلس. نعم شكرا سي مرزوقي. اذا كنظن السؤال باين
وانا هذا السؤال انا قبل غادي نوجهه لواحد كاين هنايا لانه هو اللي مكلف بالنظافه سي قبل ما ندوزوا لكم نتوما. وباعتبار بطبيعه الحال انا واخا كنسير جلسه فانا معه بطبيعه الحال لاننا كتبنا ودرنا تحقيقات في هذا المجال. انا لا اعرف شنو هي المهام ديال ديك مجموعه الجماعات ان لم تكن مهمتها الاشراف. استغرب كيف ان دفتر التحملات لا يمتلكه اعضاء في مجموعه الجماعات. وربما سي سعيد يقولنا واش عنده ولا ما عندوش دفتر التحملات، خص يكون عند الكل جميع الجماعات اللي عندها تما بالاضافه الى مجموعات الجماعات. وهذا السيد بطبيعه الحال اللي هضر عن قرحه، هذا راه ضاعت ليه الالاف من رؤوس الدجاج اللي مرضات بسبب التعفن ديال كنظن واد نفيفيخ، يعني اضافه الى روائح اخرى لما ماشي الدجاج عفوا سميتو حتى الخرفان ديالو. نعم نعم. اذا سي ظريف اذا كان ممكن تنورنا في هذا الاتجاه. قبل ناخذ ظريف الكريم نعم باش يتكلموا عن الرفع غادي نجاوب الاخ موسى دفتر التحملات. هذا دفتر التحملات خدنا عليه تحدي. نعم واش عندك ولا ما عندكش سي سعيد؟ انا غنجاوب يلا. دخلنا في سير الولايه السابقه كراسلنا الجميع. نعم رجعنا بدا كاين الجماعه ما بقيناش. نعم رغم ان احنا طرف نعم رئيسي واساسي في المعاد تراب. نعم تراب ديال الجماعه نعم ما بقيناش. اذا الله يخليك الله يخليك. هذه رساله للسيد وزير الداخليه شخصيا. الله يخليك. انا من عندي ومن عند موقع بديل بريس ومحمديه بريس. دفتر التحملات مختفي ومجموعه الجماعات والناس اللي معنيين ما عارفينش اشنو كاين، ما عارفينش اش كيوقع. وبطبيعه الحال الناس الجوار يشتكون من التلوث. تفضل سي سعيد. لا غنعطيك تكمل. انا غير هذه كاسنا لي تحدي قبل. نعم وملي جينا عاوتاني نفس المشكل وحتى تعين اخ معنا. نعم مثل الجماعه في مجموعه الجماعات. نعم حتى هو نظر لي عاد باش حصلنا عليه. نعم يعني دابا دفتر التحملات حاليا عندنا كاين عندك كنتوفروا عليه حاليا مزيان بشكل شرط الخير رسمي الحمد لله. حنا غادي دابا كنطالعوا البنود ديالنا باش نشوفوا الاجراءات المتخذه والاجراءات اللي كناخذوا مع الشركه. نعم بالاحترام ديالها للبنود ديال الاتفاقيات. حاليا دفتر التحملات عندنا دابا كاين عندك ايوا الحمد لله جديد يلا خديناه. قلت لك خدينا به تحدي وراسلنا جميع الجهات في الباب. نعم وجاوبونا بالرفض ولكن حاليا كاين. شكرا السيدة. بخصوص المطرح قبل ما نمشيو للنظافة. لا هذا الرجل هذيك ماشي مشكل غير هذا السخف. المطرح كاين واحد المجلس اللي كيسير المطرح اللي كيسهر على الناس اللي دفتر التحملات مجموعة. إذا هو مكون باش نعم باش يسهر على التطبيق ديال هذا دفتر التحملات المجلس اللي كيدبر مجلس مجموعات الجماعات. ولكن هذا ما كيمنعش أننا حنا في التراب ديالكم التراب ديالنا باش احنا دابا بصدد دراسه هاد اسمها دفتر التحملات باش نعطيو الاشارات وننبهو الى كاين شي مخالفه. نرجعوا للنظافه. النظافه الكل كيعرف كيفاش كانت جامعه بني خلف نظافه الى كاين شي انصاف. حدا الجامعه حدا الحد ديال الجامعه الاطنان ديال النفايات. نجيو ما يسمى بشريعة فرنسا شريعة المسيرة الأطنان ديال اسمه ديال النفايات. نمشيو للشريعة دار الشباب ديال دار الشباب طريق الرباط. أنا ما نتذكروش على اسمه على الدواوير وسيدي عباد. سيدي عباد اللي الالاف ديال بني مغيث هي تابع لفوق الاخوان ديال تعاني بني مغيث. الله يجزيكم بخير. نعم الالاف ديال نعم ديال النفايات في سيدي عباد ديال سنوات. نعم ديال سنوات ناهيك عن اسمه عن دور البراهمه. نعم. البراهمه اللي تهول تمشي تنقل زباله مطرح والان رغم قله الامكانيات والاخوان كلهم كيعرفوا عندنا كميو واحد ديال البراكس وعندنا 60 بركصه وعندنا كميو واحد ديال البريصه وكيدير السونتر وكيدير بيتي الدور ديال بيتي وكيدير حي بيتي على ثلاثه جهات وكاين شونديليز
وكيدير الطريق اللي هبط للمحمدية. هذا الكاميو تقريبا كان حيدو 30 طن ديال النفايات في النهار، 30 طن ديال النفايات اللي كان حيدو من النهار. انا نتحدى الاخوان الا كاين شي حاجه ديال النظافه في هذه الفتره هذه كتراكم. نعم نعم، نشرنا في المواقع في الصفحه ديال الجماعه وحتى في الصفحه ديال اسمو ديال المعارضه نداءات الساكنه ديال الخلف باش يعاونونا. حاجه غير يحطوا النفايات في مكان مخصص للخصص، ما كنطلبوش منهم شي حاجه اخرى غير المكان المخصص للنفايات يحطوا فيه. كما قلنا رغم قله الامكانيات عندك كميه واحد باش يطلع على 60 بركاسه راه ماشي سهل. راه درنا دابا ثلاثه ديال الفراق، شيفور كيخدم من 8 للوحده، شيفور اخر كيخدم من الوحده للربعه، وشيفور اخر كيخدم من 12 ديال الليل للخمسه ديال الصباح. اذا الاخوان راه كاين المجهود تبدل في هذا المجال. هاسي الاخ اللي كيسكن في اسمه في الحي المحمدي يقول لي الحي المحمدي كيفاش كان وكيفاش ولا دابا الا بغى ينصفنا. راه كاين واحد المجهودات جباره كتبدل، لان الوجه ديال الجامعه هو النظافه. نعم النظافه. شكرا سي ظريف. غنرجعوا للسوق في الاول وعاد غنرجعوا للنظافه لان فيها مدار والطرف الاخر طبيعه الحال ربما غيكون يناقض كلام سي ظريف. سمعت الاخ الحمراوي بالنسبه للسوق. السوق كاين واحد الزئه ديال بني خلف خصها عليها فلوس باش دار لها الجليل والراسي ديالها وتحيدوا منها دوك صحاب القاتم. دابا راه رجعوا وراه دابا كاين تخريب فيها كلشي. ثانيا كاين المشكله ديال الباركين. كاين بلاتي انا جاي معاك حدا مزاباتي. سمعت راه دابا قالوا في كاينه بهدوء سمعت وغنرجع معاه. كاين واحد مستشار في الاغلبيه كيستغل الارض ديال بواه ودير باركين وكيتخلص بدون قانون. وقال لك الرئيس هو ما مسؤولش على شيء. مسؤول السيد الرئيس على شيء. هادشي راه كاين راك عارفيه انت وكلشي كيعرفو. نعم وعندنا التصور ديالو بانه راه كيتخلص نهار الاحد في الباركين عنده تقريبا واحد البارلار واش كيتخلص فيه وكيقول لك الرئيس ما كاينش خلال وما كاينش. نعم كاين خلال السيد الرئيس. نعم شكرا. تفضل الصباح. اريد جوابا صريح من رئيس المجلس.